كل هالعرب والله مرتبشه من العين من الوقان ومن بدع زايد من ليوة من كل بقعة، يعني شيء جميل. ما شيء وي من تصبح شرات ابوي الريح الخنينة في بيتك، بالأخص كان مدخن ابوي من مداخن هالليمة، يا سلام مداخن الشحية عاد يسمونها، وكان وان كان كسرة العودة شوية تزبد. اوه صبحك الله بالخير ابو محمد من كوريا الجنوبية. نحن في الكوفي الفنان، ها لندن يقولون هاريوك طبعا خطفنا عليه، ماشي شرات في الدنيا العودة ويا الشباب. قراب نترياك عليك عزيمة هني، بس من توصل كوريا طرش مسج. وانا اقولكم بعد صبحكم الله بالخير والنور والسرور، لا ان شاء الله عزومتم مقبولة، وبشيركم في تقريبا في نص ثلاثة آخر ثلاثة تلاية ثلاثة في الثلث الثالث من ثلاثة بتستوي سيرة الكورية. شو مناسبتها وعلمها وخبرها؟ قالوا لي لا ترمس ولا تنسخ ولا ترمس حتى حرف عن شو الفعالية، لكن نحن بنخبرك، بنقول لك خبر يوم قبل الحدث بأسبوع لو 10 أيام. قلنا لهم إن شاء الله اللي يخالف ما يوالف. شوها نسيت والله، ما تعاونوا على الكتمان، قضوا حوائجكم بالكتمان. أنا أحب حواجي، حواج شيء عود شيء رسمي يعني مال البلاد. ما أدري إيش قالوا لي لا تطري. السلام عليكم. This is the banana from the my garden. It's even it's ripe. It's very nice for the mashed food. You cook with the meat together with the potatoes. Yeah, and you put some spices. It's very nice. Okay, you see it's very nice. Now this one become. Now it's live. Oh my god. You see this one is from now it's ripe. Even the bird, they eat. It's very nice and it's very now. It's ready to eat. This one you can put somewhere or put to the fire with the faham, like faham. You remove this and put it to the fire. It's very nice and it helps the bones. Or if you have disease, for the cold, it's nice for the disease, for that disease. Look, this one. It's very nice. Nice banana, nice drink. And it's nice to cook. This one is from my garden. I thank God. Abdina, welcome. Thank you. كل هالفيديوهات اللي احطها هنا هاي مشاركات خارجيه، حتى دواركا اللي هي دواركا افتهمت ان يعني الرقم هذا اللي نحن نحطه هذا للمشاركات اللي عنده شيء في داخل زراعته، عنده طلاب بيدرسون مبتعثين علاج، هذا احنا داخل البلاد صيد بر بحر، مشاركه قصيده معلومه شيء جميل يندب على الرقم. يشرخون مال تليفون، قال لكم هذا الرقم الدولي اللي هو كل واحد 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 واحد، هذا للمشاركات الاجتهاديه، مش جاي انك رساله تسوي لها اعاده ارسال. عازم يترع تليفوني يترع امتعد من كثر المسجات، صباح الخير مساء الخير صباح الخير الحين بعد ضحى الخير انا ابو، ها قال لكم نحن هذا ابوي التليفون حاطنا هنا المسج مخصوص للمشاركات، فاللي عنده شيء يبي يشارك يطرش على الرقم هذا اللي انا حطه الرقم الدولي. هب حاطين لي جمعه مباركه وجمعه ما بمباركه، لو حد منهم ناقميني بعد في بعد معاير، حتى المعاير طرشون في مسج. قال لكم جرائم الكترونيه ويشتكون العرب ويخبرون، انا ما بيعاري كل يوم في المحاكم، انا ما في على المعاير. هذا اولا، واللي عايرني تبوي الفلور والمتابعين كله بيدعون عليكم اللي تطرشون كلام القاصر، كان على سناب ولا انستغرام ولا مسج. المراد انا لا برد على حد ومفوض امري لله انه هو ياخذ الحق
في نظير عين اللي بيتكلم الكلام القاصر. هذا أولا. وثانيا الرقم هذا أبوي محطوط فقط للمشاركات، حرمة ياس تسف، حد يالس يطبخ، حد يالس يسوي شيء، يعدل شيء، يكنز، يضم، يسف، كل هذا ندبو شيء في ثقافة. رقم محطوط للشو؟ للمشاركات الإيجابية، واللي عنده شيء مبزين لا يندبه، شيء مطرش اللي ويطرش حقي أنا لا يطرشه، أغاني لحد يطرش، حفلات لحد يطرش، أرقيص ونقيز لحد يطرش، هذا كله أنا ما أحطه. حد عنده بنية بتعد قصيدة غاوية، فنان تحط الفلتر أنا بقعة الفلانية، ونوجه الشيء حقي أنا حق أروم أحطه. إذا مش موجه ما أروم أحطه باكر بيقولوا لي بأمر منو تحط بنتنا ولا ولدنا؟ بأمر منو؟ لا لازم وجه هذا حقي أنا حق أروم أحطه. ما في الأمور بعد الدنيا ليس مامونة، يدورون السبب. حد منهم داخل قهوة يدخون شيشة ويرمسوني بوني، أنا ما بحط في حسابي حد يدوه شيشة ولا قدو وبحطه هنا يشارك، لا بحط أبوي هل بالقلاوة ولا هب شيش. يوم الحط حطينا ما قصرنا غير من تاب تاب الله عليه. يلا بس عاد عليكم سير نخبركم عن لون الزمزمي اليوم. لون الدل الله يحفظكم، اللون الرماني اللي هو اللون القرمزي، هذا اللون القرمزي اللي يرمسون عنه. شتو ما زين؟ ما زين عاد هيك اللي فوقها طغاوي. زين شو نسوي؟ ما يابه، لا يابه مكاين ولا يابه رش ولا يابه شياته، والله اني خطر عليه يدخل في عيوننا. شو بنسوي؟ لا حول ولا قوة. اللذيذ شفت التنج اللذيذ. هذا ابو محمد. هذا في شجرة. هذا ترنج يسمونه. وهذا سفرنج ما ادري شو يسمونه طال عمرك. وتذكرت الطري هذا شيرته، هذا شيرته ما ادري اذا هي ولا لا. وهذا الترنج نحن نسميه شخاخ، هذا ليمون مع شخاخ مهجن، لكن هذا هم يسمونه سفرنج. ملمسه ناعم مثل ما قلت، ملمسه ناعم. وهذه اللي احب احط لكم اياها، هذه مشاركه طلابيه من سيول، مشاركه طلابيه من سيول طرشينها على الرقم. واللي طرش هذا مال اي شيء والله هن انا لا بحطه، واللي يرمس رمسه فيها شيء من خدش الحياء هذا انا ما احطه، قصيد موجه ما احطه، احط الشيء ابوي حق البلاد للحكومه للمعازيب الشيء الزين احطه. والشيء اللي والله أنا ما أعرضه لو بطرش وبدال النسخة ألف، أنا طرش شيء اليمل اللي يفرح يفرح العرب كلها، هذا اللي حطه. والشيء القاصر أنا بالكوفة ما بحطه، شيء حد من يتعالج في الخارج، حد من شرق من غرب هذا ينحط. غير ذلك أنا ما أروم أحط أي شيء فيه خدش الحياة، هذا عاد معياري أنا شو اللي أقرره وشو اللي أروم يعني لأيوز اللي أنا هو لأيوز العرب كلها. يعني أبو محمد كانك شفت في الدنيا العودة هذه مكتبة أكبر عن نهاية، أنا ما أعرف شيء. شوف بالله عليك، شوف شوف الكتب يا ربي، شوف العالم أنت. ضروري تيجي كوريا، ضروري أبو محمد، ضروري دعوة خاصة هذه لازم توصلنا. طمش أبو محمد خدمة الكوريين، شوف كيف أنت أحيلك، ما تصور إلا الشيء المميز. ها طمس، يا سلام على البربن. ها هاي اسمها الماكينة آيس فيكتوري تاتش. هني أنت تحط الفلوس حليلها نزلة تحت، زين تحط فلوسك وتختار أي نوع تبغاه. شوف وردة بعد عندهم عنبرو ريل عنبرو آيس كريم. طمس طمس أبو محمد، هذا معرض الكاكاو، شوف شو مسوين بالكاكاو. طمش هذا مرة كله كاكاو، هذا كله كاكاو شوكولات، هذا كله شوكولات. شوف 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 هني طمش، هذا كله كاكاو مرة. منو يقول بمحمد ان هذه الحين كلها شوكولت؟ مرة كلها كلها كاملة شوكولت.
شوف الخدمة هذه بعد عوز بالله. اليوم عاد المطبخ معتجل عجوار ريج قيس الا ما تسبحت اليوم حد ينسف وحد يحمس وحد يهنهن حد يحمس كلنا خدامك يا البرمه الريال منا والحرمه تحرون نطه ونطيطه يشب الهينه هي عقب نطه ونطيطه شغله طويله عريضه حد يحمس وحد يهنهن وحد يقلع وحد والدنيا مطرجه وعلى هالمنوال من نصبح لين نمسي خدمه حد فوق حد تحت شو بقولكم امور ما يعلم بها الا مدبر الامور شغله اول بادي بوي بزرات تنياب اول بادي وتتنقى وتنسف وتغسل وتتحفف وتحمس وترد تخلط وبعدين تنطحن وتتشيس شغله ما شيء كذا بالنسبه للبزرات وبالنسبه للدهن بعد هالنمونه شغله متعبه ويقول والله غالي ما شيء بلاش ما شيء الى ان يصير يوصل الى هالمرحله يوصل الى مرحله الابزار يخطف ابوي عده مراحل هذا حين اليوم بس الوقت تهنهين وحماس ونساف السنوت وليليلان هذا ابوي كل كميه كل من يبس كميه ابوها ودوها هناك ويمعوه كل بخاخير 100-200-300 كيلو وودينا خلاف ابويه ها شوفوه والحماس ما في جدر معده ولو حديد لا صفر شفتوا لي خدموا بهن الحلوه اللي خدموا بهن الحلوه هالبركه ها النمونه شرات اللي خدموا بهن الحلوه ابوي ما يخدم ابوي ما يحمس ابوي بجدور عاديه لا لازم بالصفر يلا قواكم الله عشو ياركم الله يا يعتني ابوي هالبنيات ضيوف والله مليون مرحبا تعالي ريماني قبل مني تحبيني اول حبيني وانتي ما شاء الله عليك تبري انتي شو اسمك دانا وانتي من امك مشهوره من ام مشهوره منك انت مشهوره ما شاء الله الله يحفظك فإن شاء الله تكون مشهورة في الدراسة وتأخذين الدكتوراه والماجستير شو قبل هو ماجستير عقب الدكتوراه أمن هل شو قبل الدكتوراه أول بادي ماجستير عقب الدكتوراه تغدين حرمة رقم واحد وتأخذين ري الفنان يجنن ورأس غليل له تأخذين واحد أقرع ولا واحد ويه بثر ولا ما يتشاهد ولا مش مثقف لازم مثقف وعسكري وفنان ورقم واحد زين وين ساكنات أنت والله مليون مرحبا باليران الفنانين ما شاء الله عليهم الله يحفظهم ما شاء الله لا هو الجيمات لا هو افقاع ما تعرف له لكن اللذ اللي في الدنيا كلها فيه لكن لازم طريقه اكلها مره واحده شو هذا خلوه ايه شو هذا خلوه؟ يقولوا لي اتأخرت وايد حد يروم يتغدى عقب اذان العصر انا اليوم ركضة بسرت ويلا اطمل ويهو تحليج وما ادري شو شغلة هاغداي قال لكم شيء مميز بصوره هذا اللي يحفظكم كوسة روحه يعني شرات السوتي هب سوتي يعني مفيوح السوتي ما بلازم يكون مفيوح حتى اللي يحطون ريحة زيت زيتون ويشلوطون على الضوء على التاوة تيبان يغدي هالنمونة فنان وزين وغاوي مليحة والويمية وشويونة كزبرة وفلفل مبروش حمر وهذا اللي حفظكم شوربة شو اسمه فطر اليوم الله يحفظكم اليوم غداية زبيدية مشواية هذه اللي تشوفونها شوفوها مكبرها وما زينها زبيدية مشواية شواي زيادة تنضوي شو لأي درجة غادي ناضي مرة بتفتت وكبرة كل طبجة تتفتش روحها
فما يغديها. شوف العظم هات مرة متفتت بكبرة، ترى ما فيه عظام إلا بس هاي اللي في الظهر. هذا السنام، سنام سنام الزبيدية، وهذا الغارب. هذا الغارب لي حصل أبوي، لي حصل السنام والغارب، لي حصل السنام والغارب والدرب كل شيء في الدنيا. هاي يسمونها الغناء، الغناء بعينها. وحصل عاد حبل فوقه، أوه ماشي ارمس وتحكى. النكل البلح اللي فوق هذا، زين البلح اللي فوق هذا النكل من عقبه بيها على ما تشوفون. هذا أهم شيء في الزبيدية هو هذا، هذا اللي تشوفونه، فهذا أهم شيء ولا ينعق، اللي من غير ولا يعقونه لا، أهم شيء طريقة أكله النمونة. ما يبالع بالع وألد ما فيها هو هذا. خلي أبدأ نفس الشيء، وهذا بعد غارب من عقب ما تاكل بالحين هاي اللي في سلاية الغارب تاكلهن هاي، هذا نفس الشيء تصير جاب له حلم جابر، لازم جابر هذا الغارب. واللي يتحرى هذا حراق، هذا ابوي ما بحراق، هذا ابوي جاي سنه ومطاميط الصدر، هذا وين الخواصر وين الشواكل، هذا ها بسكوت ها. هذا روح يطول العمر، هذا تشوفونه هذا يقولون والله الحراق ما بزين ما بزين، هذا المطاميط ما تصدر ها، هذا من تاكل بعد لا ترمس بدون عيش. يلا هذا انا خيل يا ربي ما كسركم. شو اخبارك صلاح؟ بخير. شو سويت شو ما سويت؟ متى جيت من دبي؟ الحين هي بعبليه هي سيديتنا؟ لا ها اول بدي اول ها صرت اول وعقبيتنا نحن محسن انا الله تصيرك يا الحرامي محسن زيغت يريس خلي ولي تعالي يسعد دالي تعالي يسعد دالي خلي ولي كرهت يا المكروه غبي هذا غبي ونص يا يسعد دالي وين ما حبيتني اليوم يلا وحدها يلا تعالي وتعنبو بيزات الحبة يلا السلام عليكم انت تقر انا قر بسم الله سيارة مغرجة مكينة شحالك وين سرت وين جيت؟ ما طرشت في ديوات عير قال لك انا تسوي لي فيديو ما اعرف اسعد دال كثر ما يلس لتين اسعد دال هي نعم دولي قاطع حالي منه قول والله قاطع خمسة ما يخسى هو سدقيت عليه؟ لا ما يخسى ادي وعيت انت ولا؟ الله يوم انت روحك ما تصبر تعالي اسعد دال تعالي تعالي اسم منك اسعد اسعد اولي مشيت قيم مع بعض ما يخسى هو الله زين صلاح شو الاخبار؟ علومك كل شيء زين؟ إيه؟ كل حد يقول لي اليوم صباحك مره ما يتشاهد يوم صلاح ما حد إيه؟ يقول صلاح كل حد يقول لي لازم صلاح كل يوم يجيك من الصبح يوم الصالون بالصالون بس الصالون؟ الخميس وين الخميس؟ بكره حد عينت الاسبوع كامل ما شو يعني؟ ما يبغى صالون عباس البتيني ولا بسير الصالون؟ لا يجي ابو سيده انزين ماشي مش عبتي عندي بتريق عندي؟ الله يسمح صالون زين شو تبريوك؟ على ولا شو مره ثانيه كيف نمونه؟ على تي بيت بيض مقلاي سني سايد اب بيض مقلوب بس على انزين صليح شو اخبارك شو علومك؟ ها صلاح؟ امورك طيبه كل شيء زين؟ زين شو كلت تصد هناك كاميرا فوق هذا بشوفه هذاك شو نحن بشوفه هو العربي وارك انت شكرا عفوا شو جبت من دبي بس يا تطلوح يا قدام يا ورا الدنيا شو ندغ ليش تاكل من هذا ساماني صلاح انت مش شايف تحراني ما شو اشوفك يا حرامي ده صلاح محسن بس محسن صدق اعطاك 20 لا
لي عنده عشان لا دلك بوك. انت شو قال شو قال لك بيعطيك هو؟ شو قال لك بيعطيك؟ صلحت لك الموبايل؟ قال كم هير ها هني برينج هي شو هذا شو يابين فروم وات ها وين هذا فيجيتابل اوبن اوبن عاده ايوه على بقدونيس هي هذا الجرجير ايوه لا لا بقدونيس هذا اثنين بقدونس هي هذا شو اسمه ديما؟ هذا شبنت شبنت ها غرام هالكويت شو اسمك انتي؟ ديما ديما وانتي؟ انا اتفورك شو؟ اتاتورك؟ بيتي فور هذا كاس كاس خيب هذا روس رويد هالكبر؟ اعرف انا اسم فجر ولا؟ فجر هالمتر؟ اعرف روس رويد من وين هذا؟ من وين؟ بابا فهد بن مزرع شيء وش قولي حق ابو فهد شكرا جزيلا انت اسمك ديما يس ديما وين بلاد انت سريلانكا والله والله ما شاء الله جميله حلوه شكرا يا بابا والله وايت وجميل وخشم غاوي ما شاء الله يلا سلمي على الارباب شكرا يوبيا كم هير بسرعه عاده لا تصير تجتلت ما قلنا لها غاوي تعالي بسرعه ها بتصير تجتلين هالفقير حتى انت حلوه زين يلا هي عيشو ثانك يو هي اعتدل الوي يلا شفتوا الصبح ايش قام جشعر والله ان غير نمون الصبح غادي شر الليعاد الحمد لله والله يبخلوا ما بهالحلاليج وهالباكستانيين وهالسوريين وهاليحلقون العرب والله كانت وحقنا ما شيء مواطن حلاق سمعتوا شيء مواطن حلاق ما شيء مواطن حلاق ولا شيء اصلا خليجي حلاق والله يبغى لو يصيرون عندنا هاك تخمين بنت وهق اسميها وهق والله الهمسي الحمد لله الله لا تخبنا دلاغات هايل رقم واحد وفنانات لكن مشكلة تنشو دلاغات هايل من تلبسن تمشي شويونه تكودن روحن يصير هناك وين عند الصبوع يتيل ودن ها ولا بخا عيبني عيبني وزينات بالخيب روح ظهر بنات زينات لكن من تمشي شويونه سارن يربعن ها جربت ها وسار هنا وتازم الريول وخدك في هذا بس بغيت اخبركم ما يخصكم لكن بس عيب عيبني اخبركم من كم من يوم اقول في خاطري بخبركم عنها ما يطيع لي تمن هل الناس كلها تنمونه ولا انا روحي روح ما شاء الله عليك روح 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 هذا ابوي مال الجزائر هذا الرجال ابوي مال الجزائر وحش ما شاء الله عليه روح روح ما شاء الله عليك روح تبارك الرحمن روح ايوه ما شاء الله ما شاء الله روح روح مال الجزائر صح قلت لهم انا مال الجزائر بعد ايوه بارك الله فيك حد من الشباب ما شاء الله من يخلص تمرين روح اشل اوزانه اللي تمرن فيهن وخلص نشو شلهن وردهم وين ما كانن وحد من العرب يخليهم مثل ما يعني خلي القرعه ترعى شوفون الله يحفظكم دخون توا جاينا من هالمكان من عند ابوي مواطنه هبت ريح ما شاء الله عليها دخونها فنان وريحة خنينة وريحة بارد يعني تروم تبرج فيه شيء من الدخون الله يحفظكم يوم تبرج فيه يحرق عيونك هذا يكون شكر ريج ولا مسج ريج هذا اللي تبرج فيه تروحه لا تكح لا تحمر عيونك هذا عرف انه مخدوم من اشياء زينه يعني مكوناته اشياء زينه وطيبه ودخنت ماتيك سوداء لا دخنت بيضة وريحة بارد كذي قربنا كل الانواع واحد ورا الثاني واخر واحد الحين هارويكم اياه ولهن اسامي مختلفه كل واحد
لا اربع هذا تعال افتح لي اياه. يلا افتح اي واحد منها. نزل لك عاده تحت. يلا ايوه افتح هذا واحد. كما تشوفون دخون الجوري، وهذا شوه الريم. شو بقول لكم كذا نوع. افتح هذا افتح افتح. كل واحد ريحته غير عن الثاني، كل واحد ريحته تختلف عن الثاني. شيء مقرص وشيء افتح الثاني. افتح هذا بسرعه انقفض. وهذا شيء مقرص شيء دواريات. هذا اللي توني حطيت منه. وخلينا ريحته تبطي الدخ في المدخن. نعم بس خلاص خلاص. وهذا ابويهم، هذا عنوانهم وهذا مكانهم، فتون الامارات. وهي وهو صدق انه فتون الامارات. مشكورة ابوي والله يوفقك ويرزقك من حيث لا تعلمين. مشروع اماراتي ونتمنى لها الازدهار والتوفيق. وهي لبيس المدخني عتوير. لا تقول بيسود ابوي بتسود براطم المدخن، ولا بنبي غدي الثياب سود، ولا بتري ريحته بارد وما شي شراته.